اسمها الحقيقي سعدية حسين محمد، ولدت في مدينة الأسكندرية. بدأت الفنانة سعاد حسين أول خطواتها بالفن وهي في سن السابعة من خلال السينما، ثم اكتشفها المخرج كمال سليم. ظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم إلى الأبد عام 1941، ثم عملت مع المخرج كمال سليم أيضا في فيلم البؤساء من بطولة عباس فارس. عملت أيضا في المسرح بجانب الفنان الكبير يوسف وهبي، وتنقلت بين عدة فرق مسرحية شهيرة، منها فرقة علي الكسار المسرحية، ثم انضمت لمسرح نجيب الريحاني وظلت تعمل به لمدة 17 عام. تزوجت الفنانة سعاد حسين مرتين، الأولى من الفنان الشهير سعيد خليل وأنجبت منه ولد واحد اسمه سمير. اتهمها زوجها الراحل سعيد خليل بجنون الشهرة، وقال في تصريحات أنها طلبت منه أن يطلقها لمدة شهر واحد، وقال أيضا أنها أبلغت صديقتها أنها مقبلة على الانتحار فقط لكي تقدم صديقتها بلاغ للشرطة ويذكر اسمها في الصحف، وهو ما حدث بالفعل. لكن سعاد حسين أنكرت هذه الاتهامات وقالت أنها حاولت الانتحار أكثر من 3 مرات بالفعل، وذلك بسبب معاملة زوجها الفنان سعيد خليل، ولأنه كان يضربها ولا ينفق عليها. ثم تزوجت للمرة الثانية من الكاتب أنور عبد الله، وأنجبت منه ابنتها الفنانة الشهيرة سماح أنور. حققت نجاحات برفقة زوجها الكاتب الراحل أنور عبد الله، وأسس معا فرقة مسرحية بعنوان الفكاهة. توفيت الفنانة سعاد حسين في يوم 27 يونيو من عام 2008. ومن شدة الحب بين سعاد حسين وزوجها أنور عبد الله توفي في نفس الأسبوع. وروت الفنانة سماح أنور قصة وفاة والدتها ووالدها، وقالت أنهما في السنوات الأخيرة كانا يعانيان من المرض، وعانت والدتها من ضعف شديد في بصرها وكان والدها يساعدها. وتوفيت والدتها وعندما رأى والدها الجنازة دخل في غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بعد أقل من أسبوع وكأنه رفض أن يرى الحياة بدونها.